باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها، يعني من التطوع. أما الفريضة فلا، فريضة فالفريضة مقدمة، ولذلك قال في البخاري في باب الجمعة وقال الحسن إن منعت أمه عن حضور العشاء فلا يطيعها، لا يترك صلاة الجماعة. أمه منعته قالت لا تذهب لأن في الطريق خطر كذا، فلا يترك صلاة الجماعة لأن هذا فرض. نعم. وبه إليه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعه فجاءت أمه، قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة رضي الله عنه لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعت، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته، فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه، قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان ثم على. هذا يعني من بر الوالدين، بر الوالدين إذا كان تطوع يجب عليه أن يجيبها، وهذا لجهله فعلى خالف ذلك. يقول هنا يقول أبي رافع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج، اسمه جريج، جريج هذا رجل عابد بني إسرائيل، يعني يتعبد في صومعتنا، الصومعة هي محل العبادة للرهابين. قال فجاءت أمه فقال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة بسلف صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها يا جريج، لأنه كان في صومعة فوق بالدرج وكي أسفل، فجعلت هكذا يدها وقالت يا جريج ويصلي ساكت. اللهم استعان. فقال ثم فوق حجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني، فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، تحير اللهم أمي هذه تدعوني هل أجيبها أم أستمر على صلاتي، ثم اختار صلاته. فهذا يدل على أنه ليس فقيها، ليس عنده علم، لو كان عنده علم لأجابها وما وقعت مشكلة في هذا. ثم فكلمني قالت اللهم أمي وصلاتي، ثم فرجع ثم عادت في الثانية فقالت يا جري أنا أمك فكلمني، فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المميسات. دعت عليه، ودعوة الأم مستجابة، دعوة الوالدين مستجابة، فلذلك استجاب الله دعاء. ومن بره بصلاة بربه لخشية من ربه ألهم الله هذه الأم أن تقول اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات، أي الزانيات وجوه المميسات. لو قالت اللهم لا تميت حتى يزني لوقع على هذه المرأة، لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حول لسانها فقال لا تميت حتى تريه وجوه المميسات، بس
ورأى وجهها وكلمها وكلم الولد وانتهت المشكلة. وإلا لو كان دعت عليه بأن يقع في الزنا لوقع يعني على تلك المرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه حول لسانها إلى أن تقول حتى تريه وجوه المميسات، المميسات هي الزانيات، حتى تريه أنا أمه أدعوه فآبى، فإذا أبى أمه فامتحنه بالزانيات. هكذا دعت عليه فاستجاب الله دعاءها. قالت ولو دعت عليه أن يفتن أي بالزنا لفتن، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته حول لسانها إلى أن تقول وجوه المميسات. قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره، الدير هو الصومعة، كان هناك يأوي بإبله بشائه بغنمه إلى دير جريج. قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير. هي جاءته، جاءت إلى جريج فقالت يا جريج أما تريد أن تقع علي؟ فأبى عليها، أبى عليها، هذا حرام، الله حرمه. فلما أيست منه كان جنبه راعي غنم فمكنت ذلك الراعي فوقع عليها فحملت فولدت، وقالت لأمتحنن جريجا. فقيل لها من أين لك هذا الولد وليس لك زوج؟ قالت من جريج. جريج؟ جريج هذا العبيد هو الذي فعل بكذا وكذا. فإن ذلك جاءوا إليه غضبانين، قال فقيل لها ما هذا؟ فقالت من صاحب هذا الدير. قال فجاءوا بفؤوسهم فأس ومساحهم يعني مسحات، فنادوه فصادفوه يصلي، هو مستمر على صلاته، فنادوه يصلي فلم يكلمهم لأنه كان مشتغل بالصلاة. قال فأخذوا يهدمون ديره يعني تحته، يهدمون صومعته بالفؤوس والمساعي ديره. فلما رأى ذلك نزل عليهم، لما رأى ذلك اضطر أن ينزل إليهم، فقالوا له سل هذه، فضربوه حتى أبرموه. ثم بعد ذلك قالوا أنت تتستر علينا بأنك تصلي وحدك، فإذا أنت تزني بامرأة. فقال ما هو، ما الأمر؟ قالوا هذا الولد ولدك. ولدي أنا؟ نعم. قال من أين هذه المرأة؟ فقال فكلمها فقالت أنت الذي فعلت بي. فعند ذلك قال خلوني اتركوني أتوضأ وأكلم الولد. فتوضأ فجاء إلى الولد فوضع يده عليه، يا بابوس من أبوك؟ قال أبي الراعي، لست أنت، أمام الملأ. فلما قال ذلك وقعوا على أقدامه يقبلونه، وقالوا أخطأنا نبني لك صومعتك بالذهب والفضة. قال لا، بالطين كما كان عيده، ولا أريد فضة ولا الذهب. الله أكبر، الله يمتحن عباده بما يشاء من المحنة، ولكن صارت العاقبة محمودة. فقيل له هذا، فلم يكلم، فقال سل هذه. قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هرمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال لا، ولكن أعيده ترابا كما كان. ثم علاه أي ارتفع إلى صومعته يتعبد بصلاته. هكذا الله سبحانه وتعالى يمتحن، ولكن لطفه يعني على عباده الصالحين يعني مشمولون باللطف والرحمة، فحصلت الرحمة بذلك. نعم.